سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم ربيعه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذه الخرقه ولا هذه الشرويطه ولا الكتانه ولا الاثر، كل واحد وكيفاش تيسميها. المهم شرويطه واعره 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 ودايزها الكلام، شرويطه ديال التوتو، يعني كديروها في الفرج ديالكم كتعطي نتيجه غزاله غزاله غزاله، والطريقه ديالها سهله ما فيها حتى شي صعوبه، بسيطه. تبعوا معايا البنات الطريقه من الاول حتى الاخر باش ديروها الطريقه الصحيحه ديالها. وما تنساوش البنات اللايكات والبارطاج والتعاليق الغزاله ديالكم كيف العاده. بعض البنات كيتفرجوا في الفيديو وما كيديروش اللايكات، ديروا لي البنات فضلا منكم، حاولوا ديروا لي لايك باش تشجعوني باش دائما ننزل لكم الجديد. والبنات اللي مازال ما مابونينش في القناه، بزاف ديال البنات كيطلع ليا بانهم غير كيتفرجوا ما مابونينش، حاولوا البنات ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس فضلا منكم. وبالنسبه للرقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو اول حاجه تنديروا في هاد الخرقه؟ تجيبوا البنات الخرقه ولا الشرويطه ولا الكتانه، كل واحد شنو كيسميها، واخا تكون قديمه واخا يكون دايز عليها عام ولا عامين، تقدروا ديروا بها هاد الوصفه. اول حاجه غادي ديروها هي غادي تبرموا الخرقه. الطريقه ديال البريم البنات كاملين تعرفوها، كتبرموا من القدم ديالكم وانتم طالعين حتى الجدر الفخض وانتم تتقراو القرايه. اي قرايه عندكم بالنسبه لهاد الوصفه هذه بالضبط، اي قرايه ممكن انكم تقراوها عليها. بالنسبه للبنات اللي باغيين يبرموها على الدراع ديالهم تقدروا تبرموها على دراعكم. البنات اللي مبتدئات وما تيعرفوش معمرهم يعني اول مره غادي يديروا الخرقه ولا غير ما تيعرفوش، تقدروا ديروها بهذه الطريقه هذه، يعني تبرموها بهذا الشكل هذا بين كفوفكم، بحال كتسخنوها كتبرمولوها هكا بين كفوفكم، ها هي كتبرم. البنات اللي ما كيعرفوش يبرموا البريم ديال الساق يديروها بهاد الطريقه هذه، حتى هي راه نفس النتيجه. وبالنسبه للقرايه ديروا القرايه اللي عندكم، يعني اللي حافظه شي قرايه ديرها قصيره ولا طويله ولا اللي كان، يعني حيت القرايه البنات عندها واحد الطاقه تخرج من قلبك، يعني خصك تكوني حاسه بها وتكون خارجه من قلبك. البنات اللي ما عندهمش قرايه يقراو القرايه المعروفه اللي كلشي تيقراها، فلان ولد فلانه، برمت ماك رقيق، لا صاقي رقيق، بيت نعس بيت فيق، بيت نسى خوك شقيق، بيت نسى مك خواتاتك وجميع النساء اللي سالباتك. ماشي بقاو لي انا، بقاو الله والرسول ولا لا مكونه بنت مكون. بغيتو غير حد تحبسو حد جميع النساء اللي سالباتك، صافي كاع النساء اللي سالباتك وتحبسو، صافي حبسو. يعني القرايه ما عندهاش واحد، هاد القرايه هذه اللي قلت لكم دابا راها طويله بزاف بزاف بزاف، توصل حتى لنص ساعه ولا اكثر وانت تتقراي قرايه وحده، ولكن كل واحد شحال تيبغي يقرا فيها، ولو تقراو فيها غير طريف، مهم انكم تقولوه من قلبكم. البنات اللي عندهم شي قرايه ديالهم خاصه بهم حتى هي انتم تتبرموا انتم تتقولوها، يعني وهذه اللي قلت لكم تقدروا ديروها. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش هكا، انت كتبرمي بين كفوفك وانت تتقراي فلان ولد فلانه، برمت ماك رقيق، على صاقي رقيق، بيت نعس بيت فيق، بيت نسى خوك شقيق، بيت نسى مك خواتاتك وجميع النساء اللي سالباتك. ماشي بقاو لي انا، بقاو الله والرسول ولا مكونه بنت مكون، بحال هكا صافي. تقدري تعاوديها ثلاثه ديال المرات، تقدري ديريها غير مره واحده، وتتسرحوا الخرقه ديالكم بحال هكا. وإلا كنتوا البنات تتصايبوا هاد الخدمة هادي في الليل، يعني مباشرة غتاخدوا الخرقة وغديروا فيها السكر وغتطبقوا الوصفة في الليل، يعني قبل ما تنعسوا. كنتوا درتوا القراية والبريم في النهار، يعني برمتوا الخرقة ديالكم وقريتوا عليها وكل شيء في النهار، وبغيتوا تخليوها حتى الليل، ممكن حتى هي ممكن ديروها في النهار وتخبيوها عندكم مع حويجاتكم، وفي الليل كتاخدوها وكديروا فيها السكر، كتلويو فيها السكر وتديروها تتبيتوها في التوتو ديالكم، يعني كتبيتوها في الفرج ديالكم. بحال
بحال هكا بالسكر ديالها ضروري بهاد الطريقه، سواء كانت الخرقه كبيره ولا صغيره ما كاينش مشكل، ما عندنا غرض. ولا كنتو غديروها قريتو عليها في الليل وبرمتوها في الليل، نفس الشيء ديك الساعه كتكملوا عي كتكملوا القرايه والبريم وتتلويو لويو باي طريقه البنات، المهم انها يتلف السكر، تلف عليه تلفوا عليه الكتانه ولا الخرقه، وديروها ديروها في الكيلوط ديالكم، يعني ديروها مباشره الى الفرج ديالكم او على التوتو ديالكم، مفهوم عليا البنات؟ يعني سواء قريتوا عليها في النهار سواء في الليل نفس الطريقه، اللي عندكم الوقت ودرتوها في الليل تبارك الله، ما عندكمش الوقت وبغيتوا في النهار تحيدوها عليكم تخبيوها، مي تجيو تنعسوا غادي غير تلويو عليها صافي وتبيتوها في الفرج ديالكم. وبالنسبه للقرايه، اي قرايه عندكم كما كانت ديروها، البنات اللي ما عندهم حتى شي قرايه ديروا القرايه اللي نزلت لكم اللي قريت انايا، راها سهله وبسيطه، تبعوا القرايه في الفيديو وكتبوها وقراوها على الخرقه ديالكم، المهم انكم تقراو عليها من قلبكم، وانا كنفضل انكم تبرموا وتقراو القرايه ثلاثه ديال المرات. البنات اللي بغاو يبرموا على الساق ديالهم على ساقهم ديروها، البنات اللي ما بغاوش ولا ما قدروش تقدروا ديروا الطريقه اللي وريتكم انايا، حتى هي راها سهله وبسيطه والنتيجه ديالها راها روعه. المهم هاد السكر هذا تيبات ليله كامله في التوتو ديالكم وخلاص، ما تكونش عليكم العاده الشهريه هذه راها باينه، ولا غد ليه في الصباح كتاخذوا لغد ليه التوقيت ديال الظهر البنات، ما ديروش في الصباح التوقيت ديال الظهر ولا من مور الظهر، يعني قبل الظهر لا، هذا هو التوقيت اللي ما بغيتكمش ديروا فيه تحرقوا فيه هاد الخرقه هذه، قبل الظهر لا، بعد الظهر اه، ولا وقيت الظهر مباشره كتاخذوا هاد الخرقه هذه بالسكر ديالها وكتشعلوا المجمر، انا كنفضل انكم تشعلوا المجمر هكا، ما تحلوها ما والو، ملي تحيدوها من التوتو ديالكم مباشره تديروها في المجمر، يعني كتشعلوها كتديروا تشعلوا المجمر وديروا فيه هاد السكر هذا، مفهوم عليا البنات؟ واخا تحيدوها وتخليوها عندكم، المهم انكم تباتوا بها ليله كامله، يوصل التوقيت ديال الظهر غتاخذوها وترميوها مباشره في المجمر، ولا تشعلوا فيها بالبريكه نتوما واللي بغيتوا. هذه هي الطريقه ديال هذه الوصفه، وصفه واعره واعره واعره، الرماد ديالها رميوه في شي محيبق ولا في شي جريده. كيف ما وصفت لكم هذه الوصفه هذه ديروها البنات، ما تبدلوا فيها حتى شي حاجه، وهذا ما كان في هذا الفيديو، وبوسه كبيره لكم كاملين، تنحمق عليكم كاملين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، بالسلامه عليكم.